السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هكلمكم في الفيديو عن حاجة مهمة جدا. الناس كلها بتبعت لي رسائل وبتسألني عليها، وهي أنواع الشغل هنا في البرازيل. تمام، في ناس بتكلمني بتبعت لي رسائل تقول لي في شغل لحام، في شغل سيراميك، أسعار الشغل السيراميك عندك قد إيه، المرتبات، أسعار شواحن التريلات، يعني أسئلة كلها عن العمل. تمام، أنواع المهن هنا. تمام، فعاوز أفهم أشرح لكم إن البرازيل هنا تعتبر من أكبر الدول الصناعية. تمام، وخصوصا مدينة ساو باولو اللي هي العاصمة. تمام، فطبعا أكيد كل الحرف المهنية موجودة وكل الصناعات موجودة، صناعة السيارات كل المهن موجودة، سواء كنت بايض محارة أو نقاش أو بتركب سيراميك أو بلاط عادي أو لحام، كل المهن دي موجودة. تمام، فالناس اللي بتبعت لي رسائل عن الحاجات ديت يعني بتخليني أتخيل إن هي البرازيل ما فيهاش الأعمال دي. لا طبعا موجودة. تمام، والناس بتسألني طب الأسعار إيه؟ يعني هم بيسألوا عن أسعار مثلا شراء البلاط او السيراميك او مثلا المرتبات ديت انا ما اقدرش احددها لك بالظبط. تمام، ليه؟ لان بتختلف من مدينه لمدينه زي مصر او اي دوله عربيه. تمام، يعني انت مبلط سيراميك، تمام، بيختلف سعر من مدينه لمدينه زي مصر بالظبط. تمام، او على حسب المساحه. المهن ديت انا ما افهمش فيها كويس عشان اشرح لك واقول لك انت هتاخد قد ايه او سعر المتر اللي انت هتعمله قد ايه. فالحاجات ديت ابقى كذاب لو انا قلت لك قد كده. تمام، هبقى كذاب، لان ممكن تيجي فتلاقي اسعار تانية مختلفة، يبقى انا ضحكت عليك. تمام، فالناس اللي عايزة تيجي البرازيل وتشتغل وعندها مهن حرفية يجوا هنا وما يخافوش، المهن هنا موجودة كتير جدا. بل بالعكس، المهن ديت بتكسب اكتر من الناس اللي شغالة في الحكومة، واخدين بالكم؟ يعني المهن ديت مرتباتها كويسه جدا، على ما بسمع من اصدقائي هنا وعلى ما انا ما بجرب. مثلا بيجيب حد عندي في البيت يعمل لي اي حاجه بياخد سعر كويس. تمام، بياخد مرتب كويس. تمام، دي حاجه. الحاجه التانيه ان انت قبل ما تيجي، يعني الناس اللي عايزه تيجي وعايزه تشتغل وبتسعى الاعمال ديت، لازم تكون انت عارف المدينه. وانا قلت الكلام ده قبل كده فيديوهات كتير، لازم تكون عارف المدينة اللي انت هتروحها. تمام، وهتشتغل فين. تمام، ورش اللحام موجودة كتير، ورش البلاط والرخام والسيراميك والحاجات دي موجودة كتير، كل المهن موجودة. لو ايا كان مهنتك هتلاقيها هنا. الاعمال الصغيرة مثلا بياع في الشارع، مثلا في ناس بيسألوني في بياعين في الشارع، في زي مصر بالظبط كده في ميدان التحرير او رمسيس، في ناس هنا بيقفوا في الشارع بعربية صغيرة بيبيعوا اكسسوارات عربيات مثلا او موبايلات او الحاجات ديت، موجودة كتير جدا وبيكسبوا كويس. تمام، فالاعمال الصغيرة والاعمال الحرة ديت موجودة وبتشتغل كويس. اي شغلانة هتشتغلها هنا هتكسب، المهم تكون انت عارف انت هتقف فين. ما تروحش مكان فاضي ما فيهوش رجل، ما فيش ناس، ما فيهوش حركة، او ما فيش مثلا مدرسة قريبة او ما السوبر ماركت مثلا، بحيث الناس تبقى رايحه جايه فالناس يشوفوك وتقف وتقول انا عايز اشتغل. لا طبعا، انت راجل بتبقى عارف المكان، بتختار المكان اللي انت هتقف فيه. لو انت هتشتغل بياع في الشارع، تمام، وهنا بيبقى لهم تراخيص برضه، خد بالك هنا برضه بيبقى لهم تراخيص، بس هنا بتبقى الامور سهله شويه، ما بتبقاش معقده زي في بعض الدول العربيه لازم مش عارف ايه وممكن يمشوك وممكن البوليس يضربك ويكروشك ويرمي لك حاجتك. لا، الكلام ده مش موجود هنا. تمام، هنا بصراحه بيشجعوا الناس على العمل، يعني ما بيصدقوا ان حد يقول انا عايز اقف هنا او هشتغل هنا. او مثلا عربيه، زي ما بنقول مثلا في مصر او بعض الدول العربيه، عربيه كبده دي هتكسب حلو جدا. ان انت تعمل مثلا حاجه هنا بيسموها كاشوهو كينتي. كاشوهو كينتي زي ما بيقولوا الامريكان هوت دوج او السوسيس عندنا في مصر. تمام، دي بيكسب حلو. تمام، او شوهاسكو، ان انت تعمل كفته شوايه وتبيع كفته، تشوي كفته ولحمه، دي مكسبها حلو جدا. لان هنا البرازيليين، ودي ارشح بيها الناس، البرازيليين هنا بيحبوا اللحوم جدا جدا بشكل لا تتخيلوه، وده طبعا علشان رخص اللحمه والفراخ هنا.
رخيصة جدا، تمام. فأي مهنة أنت بتمتهنها وبروفيشنال فيها، يعني ماهر فيها، تعال هنا واشتغل، تمام. المهم تعرف أنت هتقف فين، تمام، وهتشتغل إزاي، والمنتج اللي أنت هتقدمه جودته يكون أحسن من اللي موجود. لازم أما تفكر إن أنت تعمل حاجة، أنت راجل أجنبي بالنسبة لهم وجاي من بلد جديدة عليك، لازم تكون بتقدم حاجة جديدة علشان تجذب الناس ليك، والناس تقول اه الراجل دوت بيقدم حاجة مختلفة، تمام. وهنا البرازيليين برضو بيحبوا الأكلات المختلفة شوية، يعني مثلا ايه، بيحبوا الأكل الصيني، الأكل الياباني، في بعض الناس بيقدموا أكل عربي، ماشي، اللي هما إخواتنا السوريين، تمام، بيقدموا حلويات سورية جميلة جدا وبيكسبوا كويس. اعمل حاجة مختلفة وتكون ناجح فيها وتكون مميز، تمام، وراعي ربنا وراعي ضميرك، هتكسب. طالما انت راعيت ضميرك وخفت من ربنا وعملت الحاجة بجودة كويسة، هتكسب. وحاجة تانية كمان، اسلوبك مع الناس في الكلام معهم، ان انت تجذب الناس ليك، ده طبعا مهم، ان انت تكون بتتكلم برتغالي كويس، تمام، فانت تيجي وتشتغل. اما بالنسبة، في ناس بتقول لي عقد عمل ان انا اجي هنا في البرازيل، عقد عمل هنا ما فيش عقود عمل، وانا اتكلمت قبل كده في الموضوع ده في فيديو، تمام، قبل كده. البرازيل اللي يقول لك انا هجيب لك عقد عمل في البرازيل ده كذاب، صدقني كذاب. ما فيش عقود عمل بتيجي هنا البرازيل الا الشركات الكبرى جدا بتجيب خبرة خبير، يعني مثلا زي شركة فولفو، تمام، دي شركة سيارات عالمية منتشرة في كل حتة وموجود منها في مصر وفي كل دول العالم، بتجيب خبير أجنبي، بتبقى أنت مثلا بالنسبة لهم خبير أجنبي، مثلا مهندس في حاجة أو خبير في حاجة، ده بيجي عن طريق وزارة العمل نفسها. يعني الشركة بتقول في خبير في الدولة الفلانية احنا عايزينه، فالشركة بتاخد تصريح من وزارة العمل، وبعد كده الشركة اللي انت هتروحها ديت اللي هتبعت لك العقد العمل دوت، بتبعت لك عن طريق سفارة بلدك، يعني انت صيني او انت كوري او انت مصري او انت لبناني، ايا كان بلدك، بتبعت لك على السفارة عقد العمل ان انت ومختوم من وزارة العمل نفسها، تمام. لكن مثلا شغال في سوبر ماركت او شغال في محل ملابس او في شركة الكترونيات او بتبيع موبايلات او شركة مقاولات، الكلام ده كله لا لا طبعا، ما تصدقش، تمام. فمش اي حد يضحك عليك ويقول لك انا هجيب لك عقد عمل واخد منك نسبة قد كده. البرازيل ما فيهاش عقود عمل، هي الطريقة الوحيدة بس اللي بيجوا الشركات الكبرى اللي بتجيب خبرة بالطريقة دي، تمام. فاي مهنة، فهكرر الكلام ده تاني، اي مهنة انت بتمتهنها وجاي هنا البرازيل وعاوز تشتغل، عندك مشروع عاوز تشتغله، تمام، اشتغل وما تخافش. وفي مشروع تمام انا بنصح بيه الناس وهو مربح جدا ومنتشر جدا ويمكن البرازيل قايمه عليه، وهو تربيه المواشي. ان انت لو عندك راس مال، الكلام دوت بالنسبه للتجار الكبار او مثلا رجال اعمال عاوزين يعملوا مشروع كبير هنا في البرازيل، مشاريع الدواجن والمواشي بكل انواعها مربحه جدا واستثمار ناجح 100%، 100%. هتلاقي انت لو عملت مزرعة هتصدر، هتورد اللحوم اللي عندك للسوبر ماركت اللي موجودة، تمام، في محلات جزارة هنا معتمدة من الحكومة، هتاخد منك بكميات كبيرة جدا، لان البرازيليين الاكلة الوحيد يعني غدا عشاء لحمة، لحمة وفراخ، فدي اهم حاجة عندهم اللحوم هنا، وعشان كده اللحوم هنا رخيصة جدا، لان البرازيل من اكبر الدول المنتجة للحوم والمواشي واللي بتصدر دول تانية سواء دول عربية او دول اجنبية. فلكل المستثمرين العرب اللي عايزين يستثمروا استثمار كويس هنا في البرازيل، انصحهم بتجارة المواشي وتربية المواشي والدواجن، مربحة جدا واستثمار كويس جدا، تمام. وإن شاء الله يا رب يكون الفيديو ده عجبكم وأفادكم ورد على كل التساؤلات بالنسبة للعمل، تمام. لو عجبك الفيديو، يعني الفيديو عجبك،
يعني هكون شاكر جدا لو انت عملت لايك وسبسكرايب اشتراك في القناة وعملت شير. لو انت استفدت من الفيديو دوت هتعمل شير عشان تفيد ناس تانية، عشان يبقى انا احس ان انا افدت الناس وانت بتستفيد ناس تانية. تمام، اشكرك جدا واشوفكم على خير بإذن الله، فيديو جديد ومعلومات جديدة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.